مشاهدينا الكرام، مشاهدي زيو سيتي بوانيت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الآن في المدخل ديال مدينة طابوياو أو رأس الماء، منها أو الوجهة ديالنا هي الشاطئ الأحمر المعروفة بلا بلاج روج. هاد المنطقة هذه تسخر مؤهلات سياحية كبيرة وكبيرة بزاف، ولكن للأسف مازال أيادي الاستثمار ما وصلتهاش، مازال ما كاينش تعريف إعلامي واسع بهذه المنطقة هذه اللي بكل صراحة تستحق منا أننا نزورها. رفقة زيو سيتي ورفقة طاقم زيو سيتي وانيت غادي نشوفوا الطريق اللي غادي تدي لهذا الشاطئ الأحمر، واللي هي أولا غادي تكون البداية لا سمح السي مصطفى يوجه العدسة ديالو صوب الطريق. حنا كيف ما قلت الآن رانا في المدخل ديال قابوياوا، كاين المدارة ولا الرومبوا اللي معروفة بالرومبوا، غادي كد على اليمين كنمشيو للسعيدية، على اليسار غادي تكون القرية. في الطريق ديالنا في القرية غادي ندورو على اليمين وغادي نتلاقاو مع لا بلاج روج. احنا الآن غادي ندورو على الرومبوا أو المدارة الطرقية ونتوجهو صوب، يعني شادين الطريق ديال قرية أركمان. الآن متجهين في الطريق اللي كدي صوب قرية أركمان أو صوب مدينة الناظور، المعروفة عندنا بالطريق الساحلية، ولكن على بعد 5 كيلومتر، حوالي 5 كيلومتر من خروجنا من رأس الماء غادي نتلاقاو مع الطريق غير معبدة. هنا كيبان بأن المنطقة غير مؤهلة سياحية، عندها مؤهلات طبيعية جد رفيعة، ولكن للأسف يعني التنمية السياحية هنا جد غائبة. هنا أول طريق غادي ندور عليه، هذا الطريق غير معبدة، كتشوفوا فيها الطريق كيفاش دايرة، يعني غير صالحة باش يعني تبقى وسائل النقل باش تاخذك حتى للشاطئ الأحمر، ولكن حنا من الواجب ديالنا كإعلاميين أننا نعرفوا بهذه المنطقة هذه، واحد جوج كيلومتر أو ثلاثة كيلومتر حوالي اللي غادي نقطعوا على مد هذه الطريق هذه الغير معبدة من الطريق الساحلية. ديال حتى يعني علامات التصوير اللي دايرين، يعني هانتوما شوفوا علامات التصوير ما كتليقش يعني بالجوده الطبيعيه ديال الشاطئ الاحمر، مسمينه هنا البحر الاحمر. هذه بلاكا يعني واش هاد البلاكا تدير واحد المنطقه سياحيه اللي رائعه غادي نكتشفوها جميعا. غادي تكون الوجهه ديالنا صح، حنا قربنا الان على بعد 150 حتى 200 متر على الشاطئ الاحمر. موقف السيارات ربما كيبان لكم هنايا الا سمح السي مصطفى يقرب لنا موقف ديال السيارات اللي كاين، يعني عدد كبير من الاسر، وحتى في طريقنا تصادفنا مع العديد من السيارات اللي جايه تزور المكان، عائلات يعني الباحثين على الهدوء واللي كيبحثوا على السياحه المحترمه في الحقيقه. ولكن يعني كل شيء هذا الشيء هذا ربما يعني اللي كيشوف هذا الطريق هذه كيقول كيعجز ربما باش يجي للمنطقه، لذلك هذه رساله عبر زيو سيتي بوانيت، يعني ماذا بينا نشوفوا هاد الطريق هادي تتعبد، ماذا بينا نشوفوا هاد موقف السيارات يكبر، ماذا بينا نشوفوا استثمارات سياحية في المنطقة اللي منتجعات سياحية. شوف حتى المنظر ديال البحر يعني يختلف عن أماكن أخرى، يعني في الإقليم كامل، في إقليم الناظور ككل يختلف، يعني صراحة البحر يعني الصورة ديالو هادئة، كاين الصورة كتلتقي فيها الجبال مع البحر، اما من غادي نقربوا للشاطئ فيعني الصوره يعني اجمل واروع بكثير وكثير. كذلك حتى باش غادي نهودوا للشاطئ الاحمر كما غادي يتبين لنا من غادي نوصلوا للمكان، كانت غادي نتلاقاو صعوبات، يعني الاطفال الصغار ما غاديش يقدروا يقطعوا واحد المسافه، غادي يهودوا واحد المسافه في الجبال، كذلك الشيوخ يعني الكبار ما غاديش يقدروا يطلعوا او يهبطوا لداخل عند الشاطئ الاحمر، لذلك ممكن يعني بناء درج يهود للشاطئ الاحمر. الارتفاع ما كاينش بالضبط شي رقم محدد، ولكن الارتفاع يقدر يوصل حتى ل 100 متر 90 متر من الشاطئ لراس الجبل، وبالتالي يعني هذه مسافه اللي طويله وطويله بزاف،
خاص التفكير يعني في حل لهذه المنطقة هذه. والأكيد الأكيد أن هذه المنطقة إلا مشات استغلت بشكل أمثل السياحة غادي تكون فيها دائمة. الإشارة فقط هذه المنطقة هذه ما تبعاش رأس الماء وما تبعاش ولاد داود كذلك. كانت احتجت يعني الشيوخ ويعني العوائل في ولاد داود الزخانين على خلفية أنهم حرموا هذه الجماعة هذه من منفذ بحري، وكانت هذه يعني المنطقة الأساسية في هذا المنفذ البحري، ولكن هذه المنطقة هذه تفوتت الجماعة البركانية في إطار التقسيم الجديد اللي جاء بعد سنة 1992. إذن هذه المنطقة هذه تابعة الجماعة البركانية، طبعا جماعة البركانية تابعة ترابيا الإقليم الناظور. تفضلوا معايا باش نشوفوا روعة وجمال الشاطئ الأحمر. جزر مقابلة لنا، اسم مصطفى يوريها لنا، هي جزر مقابلة لنا، مجموعة من الجزر، شاطئ حجري ماشي رملي ماشي بحال اللي اسمه السي مصطفى، شاطئ حجري، والجبل كيلتقي الجبل كيفما قلت بالماء، الزرقة ديال المياه، السي مصطفى تفضل، الزرقة ديال المياه تختلف عن باقي المناطق في الإقليم. المناطق المجاوره مثل السعيديه الحسيمه مناطق اخرى الزرقه ديال المياه ديال الماء ممكن يعني كيبان بحال وكانه مياه عذبه صالحه للشرب. هنا عاوتاني غادي تبان لنا الصعوبه ديال ها هما الناس لاقيين صعوبه يعني هذا الا سمح السي مصطفى الناس لقاو صعوبه باش يطلعوا لهاد المنطقه. يعني راجل كبير رفقه الاطفال ديالو صعبات عليه نوعا ما انه يطلع للمنطقه، وبالتالي وجب يعني التفكير في استثمار هذا المكان هذا سياحيا. تفضلوا معايا للشاطئ، حنا درنا القينا نظره من فوق وغادي دابا نهودوا لتحت الشاطئ وغادي نبقاو نظره باش نعرفوا الجماليه والجوده ديال الشاطئ الاحمر. أما القيمة التاريخية ديال الشاطئ الأحمر كتجلى في كونو كان المرسى اللي رسات فيه الباخرة الشهيرة بالمنطقة باخرة دينا، ولكم الصور بهذا المكان بالذات رسات سفينة دينا اللي كانت محملة بالأسلحة اللي كانت متوجهة للجزائر الشقيقة بغية تحريرها من الاستعمار الفرنسي.